خلال رحلتنا في الكورس بعد ما طبقنا الكلاسس وازاي نستخدمها في المشروع بتاعنا، هنتعرف على البروبرتس والفيلدز والميثودز وازاي نطبقها بشكل فعال داخل المشروع بتاعنا. في المحاضرة دي ان شاء الله هنتكلم عن البروبرتس والفيلدز، والمحاضرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن الميثودز بالتفصيل. اول حاجة هنتكلم عن الجيتر والسيتر بروبرتس والباكينج فيلدز وايه علاقتها بالبروبرتس، وهنتكلم عن الكونستانت فيلدز وازاي نستخدمها، وايه الفرق بينها وبين الريد اونليز وازاي نستخدم الريد اونليز فيلدز. الباكينج فيلدز هي عبارة عن متغير برايفت بيبقى مربوط بالبروبرتي، بمعنى ان المتغير ده في الجيت البروبرتي بتريتيرن قيمة هذا المتغير، وفي السيت المتغير بيساوي قيمة البروبرتي، وهنطبق ان شاء الله الجزئية دي بالتفصيل. طب ايه هي الفايدة من استخدام الباكينج فيلز؟ ممكن نستخدم الباكينج فيلز في الجيت او في السيت. بالنسبة للجيت ممكن ان انا اعمل تشيك على اليوزر كريدنشال، بمعنى ان انا اخلي مجموعة من اليوزرز معينين بصلاحيات معينة يعملوا اكسس على البروبرتي. ممكن كمان اعمل فرميت للريترنت فاليو الجاية من البروبرتي، زي ما احنا شايفين في البروبرتي اللي اسمها برودكت نيم. في الجيت عرفت متغير فورماتد فاليو وخليته بيساوي قيمة الباكينج فيلز دوت تريم، يعني انا هريترن بالفورماتد فاليو اللي هو معمول له تريم، بحيث ان انا في الفورمات ده اشيل المسافات من البرودكت نيم. ممكن كمان استخدمها في الليزي لودنج، زي ما احنا شايفين في المثال ده عرفت برايفت فيندر برودكت فيندر وربطتها بالبروبرتي اللي اسمها برودكت فيندر. في الجيت عملت تشيك الاول على قيمه البروبرتي، طبعا زي ما احنا قلنا قيمه البروبرتي في الحاله دي هي بتساوي قيمه الباكينج فيلز، عشان كده اسمه باكينج فيلز، هو نفسه قيمه البروبرتي، لان في الجيت والست بيرتيرن وبيست قيمه الباكينج فيلز. يبقى انا لما اقول اف البرودكت فيندر بيساوي نال، معنى كده ان انا بقول له لو قيمه البروبرتي بنال ابدا خلي لي قيمتها بايه، بقيمه معينه مثلا اللي هو النيو فيندر. لو هي مش نال ابدا ارجع بقيمه البروبرتي زي ما هي. اقدر كمان استخدمها في ان انا اعمل فاليديشن في السيت زي ما هنشوف مع بعض في التطبيق العملي. في المحاضره دي هنتكلم عن الكونستانتس والريد اونلي فيلز، ازاي نستخدمهم وايه الفرق ما بينهم. الكونستانتس هو كومبايل تايم، بياخد قيمته في الكومبايل تايم مره واحده فقط. هنا عرفت بابليك كونستانتس اسمه انش بير متر من نوع دبل، واديت له قيمه اللي هي 39.37%. لازم الكونستانت يكون قيمته متعرف ديكريشن، ما اقدرش انا اعرف بابليك كونستانت دبل انش متر بالشكل ده، كده غلط، لان هو لازم ياخد قيمته في الديكليريشن مره واحده بس. اولويز ستاتيك بياخد قيمته وبيفضل ثابت ولازم يتعرف في الديكليريشن. لازم يكون من نوع نمبر سواء دبل او ديسيمال او انتجر او بولين او سترينج، ما ينفعش يكون ديت مثلا. الريد اونلي ممكن اساين الفاليو بتاعته في الديكليريشن او في الكونستراكتور. الريد اونلي ممكن يكون اي داتا تايب، سواء ديت سواء نمبر سواء بولين، اي داتا تايب. الريد اونلي لازم اعمل له كول بان انا او استدعيه او استخدمه بان انا اخد انستانس من الكلاس، انما الكونستانت فيلز بستخدمه عن طريق اسم الكلاس مباشره.